بروتين الغلابة وتسالي الناس الطيبة، العصافير المحمرة أو البروتين. أقدم وجبة في السيدة عائشة واللي معظم المصريين بيحبوها سواء غني أو فقير. تقريباً كده المصريين ما سابوش نوع واحد من الطيور غير لما أكلوه، سواء بقى حمام ولا سمان ولا فراخ. ده حتى العصافير بيأكلوها وبيتسلوا بيها كمان لأن سعرها في المتناول. زمان كانت بربع جنيه وشيل زي ما تحب، بس سنة ورا سنة أسعارها بدأت تزيد ودلوقتي الواحدة وصلت لخمسة جنيه. بس برضو لو بتدور على بروتين مش هتلاقي أرخص منها، وبقى ليها زبونها اللي متربي عليها. علشان كده ناس كتير قرروا إنهم يشتغلوا في بيع العصافير، خصوصاً في سوق الجمعة اللي هو في السيدة عائشة، وهناك بقى هتلاقي الناس بدل ما بتفطر فول وطعمية بيفطروا عصافير محمرة. عم محمد واحد من التجار قال إن المصريين بيعتبروا العصافير تسالي ووجبة كمان في نفس الوقت لأنها تعتبر بروتين، وقال إننا بنقدمها في قرطاس من الورق بعد تنظيفها وسلقها وبعدين بنحمرها وبنحط عليها بقى الملح والتوابل وبتتاكل على مرة واحدة على بعضها. وعلى فكرة ده قال إن في ناس بتعشق الأكلة دي لدرجة إن الواحد ممكن ياكل 30 عصفورة مرة واحدة، وأي حد عايز يشتريها بينزل في يوم الجمعة في الميادين أو في سوق الجمعة. بيعة تانية من بيعين العصافير قالت إنها بتبيع السمان والعصافير وبيبقى في إقبال كبير عليها، وبتبيع الأربع عصافير ب10 جنيه، وقالت إن في إقبال كبير جدا عليها وبتبقى وجبتهم الأساسية في الفطار. واحد تاني من تجار العصافير قال إنه بياخد العصافير من تاجر بيصطادهم وبيحدد سعر بيع العصفورة بناء على ثمن الشروة، وقال إن السعر بيقل في الصيف لانتشار وكثرة العصافير خلال الموسم، والسعر بيرتفع في الشتاء لنضرتهم بسبب برودة الجو. بس انت تعرف انه بالرغم من العصافير رخيصة جدا الا انها مليانة فوائد، وده الكلام اللي اكده محمد الحوفي استاذ علوم الاغذية بجامعة عين شمس للوطن، وقال ان العصافير زي باقي الطيور مليانة بالقيم الغذائية وطعمها زي الحمام وغنية جدا بالبروتينات وفيتامين B12 وده مفيد جدا للجهاز العصبي، وقال كمان ان فيها نسبة من الزنك المفيدة للجهاز المناعي وكمان مادة الفوليك أسيد المفيدة للجسم وفيها نسبة دهون قليلة. ودلوقتي قولنا، عمرك جربت أكل العصافير قبل كده ولا لأ؟